مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب. جايبة قهوتي اللي ما هي قهوة، ان شاء الله معاكم شاهيكم ولا زنجبيل ولا نعناع عشان تهدؤون. وفاتحة عندي الفرح والسعادة، أحبها الفرح والسعادة، جدا جميلة. وبرضو أحب الطاقة الإيجابية اللي يبغاها، موجودة على اليوتيوب، تقدر تفتحها في كل البيت. أحب أفتح هذه أو الطاقة الإيجابية على كل البيت، مرة جميلة. طيب اليوم باخذ قسط، بس هذه مجازفة لأني ما أعرف وضع الإنترنت عندي، يعني إنترنت جديد وما أعرف هو جيد ومو جيد، فراح أسوي مجازفة وأخذ قسط ونشوف يضبط ولا ما يضبط الموضوع. إذا ضبط ضبط، إذا ما ضبط أحتاج أسوي ترتيبات أخرى. اليوم أبغى أتكلم شوية على موضوع درجة طاقتك قبل ما نأخذ قسط وقبل ما نأخذ أسئلة. ليش؟ إنه إحنا قربت السنة تنتهي وبندخل على سنة جديدة، وسنة 2019 و 2020 سنوات يعني فيها أحداث كثيرة وأحداث مهمة للأفراد وللجماعات. وبالنسبة لي أنا أشوف زاوية ما هي درجة طاقتك على هذه الأرض في هذا الوقت بالذات، لأن درجة طاقتك في كثير من الأحيان راح تساعدك إنك تكون موجود، راح تساعدك إنك يكون لك حق، راح تساعدك إنك أنت تحصل على شيء، راح تساعدك إنك أنت تحقق أهدافك، راح تساعدك إنك تجذب أشياء. وفي كثير من الأشخاص راح يفقدون كثير من طاقتهم في هذه الفترات، والسبب طبعا ما في سبب يعني غصب عنك أو سبب طارئ. السبب إنه لما الشخص يعني يسوي خطأ ثاني يسوي خطأ ثالث يسوي خطأ رابع وعاشر خلاص، يعني في فرص كثيرة تمر في الحياة، بس خلاص مرات أنت خلاص يعني تصير دمرت كل طاقتك الباقية عشان تساعد نفسك. بالنسبة لي شفرة الاختيار هي طريق أو أداة من أدوات رفع مستوى الطاقة، هي أداة من أدوات رفع مستوى الطاقة. ليش؟ إنه في أشخاص تقريبا طاقتهم خلنا نقول يعني ما في حد طاقتها صفر، بس طاقتهم مثلا 1 أو 2. هذول الأشخاص اللي طاقتهم، لو افترضنا إنه درجة طاقتك من 1 إلى 10، خلنا نفترض إنه 8 و9 و10 هذول الأشخاص اللي يقودون العالم واللي يتحكمون في العالم. عندنا 1 2 3 هذول الأشخاص اللي ضايعين تقريبا، ودرجة طاقتهم جدا منخفضة. احنا نتكلم عن الطاقة، ما نتكلم عن الوعي، لأنه ممكن شخص يقود العالم وما عنده وعي، بس طاقته رقم 10 أو طاقته رقم 9. فبالنسبة لنا مثلا شخص درجة طاقته رقم 1 أو رقم 2، هو في الغالب لا يملك أي قرار في حياته، في الغالب لا يملك أي قدرة أو أي طاقة، ما عنده طاقة على أن يتخذ أي قرار، ما عنده. كثير من الأشخاص اللي موجودين في هذه الدائرة، دائرة درجة الطاقة رقم 1، يقول والله ما أقدر أتخذ قرار لأنه زوجي عي، زوجتي تعي، بنتي تعي، أبوي عي، خالتي، دائما في سبب، دائما في شخص، أو إذا ما في شخص حتى لو شلنا الأشخاص يقول كم لا أنا أخاف إني أقرر لأنه ممكن يصير شيء. أنا فدائما عندهم مبررات، سواء كانوا أشخاص سواء كانت مبررات، دائما يحطون فلتر يمنعهم، مع أنهم يقدرون كقدرة، هم يقدرون، لكن يمنعون أنفسهم من أنهم يتخذون قرارات، وهذا يخليهم يستمرون في درجة طاقة رقم 1، يستمرون في نفس الدرجة، درجة طاقة رقم 1.
تخيل، تخيل بس، تخيل معي بس انه شخص يتخذ قرار مهم، قرار خطأ بالنسبة له، وانا بالنسبة لي لا اصنف القرارات انها خطأ وصح، بس بالنسبة لوجهة نظره قرار خطأ. بالنسبة لي انا كونه اتخذ قرار خطأ هو انتقل درجة طاقته من 1 إلى 2. تخيل كونك تتخذ قرار خطأ، ما سلمت هذا القرار لأحد حولك أو توقفت، كونك اتخذت قرار خطأ طاقتك ارتفعت من 1 إلى 2. فبالتالي مهم أنك تعرف كيف اتخاذ القرارات، هذا 1، اتخاذ القرارات بالشكل الملائم بالنسبة لك، هذا 2، وصولك لحالة الاختيار اللي احنا نبغى نوصلها من خلال شفرة الاختيار الكورس حقنا لهذا الشهر، انك انت توصل لحالة انه عندك خيار 1 وخيار 2 وخيار 3 وخيار 4 وخيار 10. في شخص ما عنده الا خيار 1 وخيار 2، فبالتالي لازم يقرر ايه ولا لا، جاوب ايه ولا لا. في شخص عنده ايه لا ممكن وسط ما ادري ما راح اتخذ القرار، في شخص عنده 10 خيارات، 100 خيار، 1,000,000 خيار، هذول درجة طاقتهم عالية، عندهم خيارات كثيرة في الحياة يشوفونها، يقدرون يختارونها، ولهم الحق في هذا لأنهم وصلوا لهذه الطاقة. وكل ما انخفضت طاقة الشخص كل ما وصل هذه المرحلة اللي هي مرحلة طاقة 1، اللي هو في أحد يختار لي كل القرارات، في أحد يقرر عني، في أحد يقرر عني. لما شوي الشخص ترتفع مستوى طاقته يصير هو يقرر، بس يقرر إيش؟ إيه لا، يمين يسار، صح أو غلط. أغلب الأشخاص ولدوا بمعتقدات لا يناقشون فيها، هذه درجة 1. أغلب الأشخاص ولدوا بمعتقدات لا يناقشون فيها، ولدوا في أفكار لا يناقشون فيها، لا يناقشون فيها حتى قرار، حتى إيه أو لا، حتى صح أو مو صح، ما في عندهم، ما فيه حق في إنهم يقولون صح ولا غلط، ما فيها، هذا معدوم تماما، ولا أصلا ما يقدرون يفكرون في هذه الفكرة، يعتبرون إنه هذا مو من حقهم، هذا مو من حقهم، فما بالك مراحل أعلى لهم في هذا في هذا في هذا في هذا، أفكار، معتقدات، مفاهيم في الحياة ما يمكن أحد يناقش فيها. يعني قبل فترة طلعت بنت أعتقد كانت في مصر، كانت ضد فكرة الزواج، عندها كذا زي ما نقول هبة، تعرفون الهبات ها؟ مرات يطلعون الناس عندهم هبة ويؤمنون بفكرة ويروجون لها. طبعا أنا مو مع ولا ضد الفكرة، أنا مو مع ولا ضد، مو مع فكرتها أو حملتها إنها هي تقول أنا ضد الزواج وتسوي، يعني صار لها ضجة كبيرة وسوي بوستات وسوت حركة. يعني تخيل إنه في شخص، طيب سوري نرجع لموضوعنا مرة ثانية، كنا نتكلم عن السيدة اللي طلعت في هبة أو فكرة تناقش موضوع مفهوم الزواج، إنها هي ضد هذا المفهوم أو ما تبغى هذا المفهوم، مش مؤمنة فيه. المهم كثير من الناس انصدموا واعترضوا وناقشوا وجادلوا، بيا هي مجرد يعني حست إن عندها الحق إنها ترفض مفهوم الناس مؤمنين فيه، بس هذه الفكرة، لا أقول إن فكرتها صح ولا أقول إن فكرتها غلط، بس شوف قد إيش الناس تنهز لما بس مجرد في حد ذكرني، لما بس تقول لهم فكر في الموضوع أو ناقش الموضوع. وهذه درجة طاقة، درجة طاقة. في شخص يقدر إنه يقرر فيما يتعلق بفكرة أحد أعطاه إياه، أو انولد فيها فكرة أو رأي، الناس نصابين، هذه فكرة، في أحد يقدر يفكر فيها، يقدر يناقش فيها، يقدر يتخذ قرار فيها. في شخص ما يقدر يناقش في هذه الفكرة أبدا، ما يقدر يقرر قرار تجاهها. درجة طاقة 1، هذول الأشخاص عدم قدرتهم على رؤية الخيارات أيضا تمنعهم أو
أو أيضا هم لا يستطيعون رؤية الشخص بصور متعددة. وهذا كلام خطير يا جماعة، يعني أنت تقدر تشوف الأشخاص الأقوياء اللي عندهم طاقة رقم 9 وطاقة رقم 10، هذولا يعني يقعدون مع أسوأ شخص وأحسن شخص وكل الأشكال وكل الألوان، يقدرون يتفهمون معهم، يقدرون يسوون ديل مع الشيطان وديل مع الله ومع الجميع. ليش؟ إنهم هم يقدرون يشوفون خيارات الحياة، يقدرون عندهم الطاقة إنهم هم يتحملون عالي ونازل واطي ومتوسط. بينما الشخص درجة واحد ما يقدر يشوف الشخص هذا عندي زين ولا مو بزين، جيد ولا مو بجيد، خلاص مو بجيد، خلاص اكس، ما ينفع ولا بريال، ما اقدر اقعد معاه، ما اقدر اتغدى معاه، ما اقدر افهم معاه، ما اقدر اكلمه. بينما الشخص على درجة اعلى يقدر يشوف انه اوه هذا الشخص جيد في الرياضيات بس ما عنده سالفة في اللغة العربية، يعني شيء مختلف. هذا الشخص امين في الـ في الـ في الشغل بس مو امين في الفلوس. هذا الشخص عبقري مثلا في استنباط الخلل بس انه لا سيء في ايجاد الاعذار مثلا. فيقدرون كل ما صار عنده طاقه، بس كل ما صار عنده طاقه عاليه والاشخاص اللي طاقه يقدرون يشوفون الزوايا المختلفه، يقدرون يشوفونها، وبالتالي هم يقدرون يشوفون الخيارات، وبالتالي هم يختارون. طيب أبغى أذكركم الكورس عندنا شفة اختيار موجود على الموقع sonia369.com، اللي مهتم من أي مكان في العالم يقدر يسجل في الكورس على طول، راح تكون عندك مجرد التسجيل. القرب من الله هو أفضل وأقوى مصدر نستمد منه طاقتنا. الله الله على الجملة المفيدة. الله على الجملة المفيدة. طيب خلونا ناخذ قسط، نبغى نركز على موضوع القرارات، نبغى نركز على موضوع القرارات. في اشخاص يحسوني لما اتكلم يحسوني ضدهم او ضد الله او ضد، ترى انا ماني ضد احد، ما عندي مشكله مع اي احد، ما عندي مشكله مع اي شكل، مع اي لون، ما عندي اي مشكله. فلا يعني طمن، خذ راحتك تماما، طمن، يعني ما في شيء يستدعي الى انه اي احد منكم يعني يحس انه مستفز، صدقني تأكد تماما من هذا الشيء. طيب نبغى احد، اهم شيء يكون انه يركز على موضوعنا اللي هو موضوع الاختيار او القرارات، نبغى نركز على هذا الموضوع. مهم يكون انترنت جيد لاني بختبر الانترنت عندي، ويكون شخص مستعد وسؤال جاهز. هديل، السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام، أهلا وسهلا حبيبتي هديل، كيف أخبارك؟ والله جدا سعيدة أنك أخذتيني يا حبيبة قلبي، أهلا وسهلا حياتي، أنا مرة أحبك والله دكتورة. سمي هديل حبيبة قلبي. دكتورة شوفي، أنا صراحة ملخبطة، يعني أحس أني ماني قادرة أخذ قرار معين في حياتي، أني حابة مثلا أسافر، يعني أبدل المكان اللي أنا موجودة فيه، أشوف حياتي برا، بس في نفس الوقت حاسة أني ماني قادرة أخلي أبوي لحاله. يعني أنا أمي توفت الله يرحمها، وحاسة أنه يعني إذا حاسة بالذنب تجاه أني معقولة أخلي أبوي وأروح، وإحساس أنه إن احتمال لا سمح الله طيب أفقد أبوي كمان هو زي ما فقدت أمي. فهذا الشيء يعني مسوي لي زي الرعب، أني أنا حابة مثلا أستفيد من كل اللحظات اللي أنا حاليا جنب أبويا، وهذا الشيء حاسة أنه موقف لي حياتي، أنه أنا ماني قادرة طيب أخذ قرار أني أقدر أسافر، أشوف حياتي برا، أشتغل برا كذا، يعني فهمتي علي دكتورة؟ طيب انت كيف علاقتك مع ابوك؟ والله الحمد لله يعني علاقتي طيبة، يعني احنا ممكن تقولي زي الاصدقاء، يعني دايما نحكي ونقعد مع بعض وكذا، يعني فعلاقة كويسة الحمد لله. طيب تعرفين قائمة قيمك ايش؟ والله يا دكتورة مرة حاولت اسويها بس لا ما 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 كملتها للاخير، ما ضبطت معايا.
يعني أحس في تردد، عرفتي كيف؟ يعني أحس إني ما ماني ماني قادرة أخذ قرار كذا يعني رسمي. طيب انت المكان اللي انت فيه متعطلة ولا مو متعطلة؟ اي والله مره متعطله، انا حاسه انه حياتي واقفه، يعني ما قاعده انتج شيء. حاسه انه انا هذا المكان اصلا ما احس انه يشبهني، يعني انا حاسه اذا انا سافرت موضوع يشبه لي او يناسبني او انا ابحث عن افضل، بس هل انت ماخذه طريقك؟ يعني خلينا نقول مثلا عندك صداقاتك، عندك شغلك، كل شيء ماشي، بس انت تبحثين عن افضل. ايوه. لا الحمد لله عندي صداقاتي، بس انه هالفتره انا لسه يعني ما وجدت الوظيفه المناسبه، بس انه من ناحيه الصداقات واجتماعيات الحمد لله موجوده متوفره. وليش ما عندك وظيفة؟ والله يا دكتوره يعني صراحه هذه النقطه بالذات ما ادري، يمكن كمان انا خايفه من الالتزام. كنت أشتغل قبل فترة، تقريبا قبل 3 سنين، بس يعني بعد ما يعني فترة توفت أمي الله يرحمها، يعني شو اسمه، لا إله إلا الله، يعني صار لي مواقف كثيرة فوقفت شغل، فحسيت إنه بعدين ما قدرت أرجع مرة ثانية لإني أنا يعني أكمل شغلي، لأنه حسيت إني ما راح أنتج. يعني حسيت إنه أنا وقفت فترة طويلة، هل إني راح يعني خايفة من الفشل، خايفة إني هل أنا وقفت إنه راح أقدر أكمل أو لا. عرفتي، فهمتي علي؟ ايه، وبعدين بعدها وش صار؟ بعد ما حسيت انك تعبتي وتلخبطت مشاعرك تجاه نفسك، وبعدين؟ كل ما تجيني وظيفة أحس إني أهرب منها، أقول لا ما هي مناسبة. كل ما تجيني وظيفة أقول لا 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 ما تشبهني. مثلا أشتغل أسبوع وأتركها، أحس ماني قادرة أستمر. فهذا الشيء كمان مرة خليني يعني حاسة إني من ناحية أبغى يصير عندي كارير وأبغى أحس إنه أنا يعني إنسانة متقدمة في الحياة، بس من ناحية ثانية أشوف حياتي واقفة. طيب وبعدين؟ يعني للأمانة أرمي يعني اللوم على الظروف وعلى ما أدري هذا المكان ما يشبهني وهذا المكان ما أدري إيش، بس ما أدري في شيء جواتي ماني قادرة أحدد إيش هو، في بازل في حياتي ناقصة. فهمتي علي؟ فهمتك يا هدي، حبيبتي حبيبتي. طيب اسمعيني يا هدي، شكرا جزيلا، شرفتيني. حبيبتي شكرا مرة، شكرا، أحبك يا عمري. طيب هديل يعني عندها فكرة يمكن السفر أو الهجرة، وتقول أشوف حياتي برا ويمكن يعني تصير لها فرصة أو تتطور، بس في نفس الوقت أبوها موجود وأمها توفت من فترة، فتقول يعني أشعر بالذنب إني أخلي أبوي، وعندها علاقة جيدة مع أبوها، فهي مترددة. سألتها عن وضعها، فهي عندها صداقات وعلاقات في المكان اللي هي فيه، من بعد ما توفت أمها يعني ما قدرت ترجع الوظيفة زي ما هي، أو إنها يعني تهرب من الوظائف أو تتوظف بعدين تمشي وتخلي الوظيفة. هديل حبيبتي، أرجو إنك ما تتخذين قرار السفر، أرجو إنك يعني مو محتاجة قرار يدمرك أكثر من الوضع اللي أنت فيه. يعني انت راح تدهورين نفسك اكثر لما تتخذين مثل هذا القرار. اعتقد هذا القرار قرار يحتاج له طاقه اعلى، يحتاج له استعداد اكبر، يحتاج له خيارات في الحياه، ولا اعتقد انه انت في هذا المستوى الهديل. كون انه انت تقولين لي انا لو اترك ابوي راح احس بالذنب، انا سبق اني قلتها 100 مره، يا جماعه لا تسوي شيء راح تحس من وراه بالذنب. ارجوكم حسوا بالحريه، حسوا بالحرية. أنا التزمت بهذا الشيء في حياتي، وما تتخيل قديش مهما كان الشيء، ما دام عندي شعور ولو 1% بالذنب ما راح أسويه، ما راح أسويه. ما دام عندي شعور بالذنب ما راح أسوي، أبغى أشعر بإني حرة، ما أبغى أشعر بإن في شيء من جواتي يقرصني إني أنا مذنبة. إذا عندك شعور بالذنب تجاه أي شيء في الحياة، تجاه أي سلوك، لا تسويه، لا تسويه، لا تلخبط لوحة التحكم، لا تلخبط لوحة مشاعرك. إذا أنت مثلا، خلينا نقول لكم شخص يقول والله أنا من حقي إني، خلينا نقول آخذ هذه الفلوس من حقي، بس إذا أخذتها بشعر بالذنب. شوفوا الفكرتين من الداخل،
من حق اني اخذ فلوس يعني بالعدل كذا وبالمنطق يحس انه من حقه، بس لو اخذها بيحس بالذنب. اقول لا تاخذها، لا تاخذها، اذا تحس انها من حقك اقعد مع نفسك وقعد مع حقك وتفاهم مع نفسك وفكك الفكره جواتك وفكك المعتقد جواتك وتحرر من الشعور بالذنب بعدين خذها، او اتفق مع نفسك انه هذا غلط وخلي الموضوع هذا ينتهي. اما انك تسوي شيء بعدين تشعر بالذنب، ليش؟ ليش تحط نفسك في هذا الموقف؟ لا تسوي شيء يخفض من مستوى طاقتك. يعني هذا سلوك طفل، سلوك طفل انه شخص يسوي شيء بعدين يشعر وهو عارف من قبل ما يسوي. عارف، مو سوى بعدين تورط، عارف من قبل ما يسوي انه بيشعر بالذنب. اوكي ما راح يا جماعه، هذا الشيء مو من طاقتي، هذا الشيء اللي باخذه مو من طاقتي، ما اقدر بشعر بالذنب اذا سويت هالشيء، خلاص ما اسويه ببساطه. فبالتالي هديل عندنا كثير دلائل تدل انه قرارك مو سليم. اول شيء عندنا الشعور بالذنب في انك تتركين ابوك وتخلينا. الشيء الثاني انه انت يعني موجوده في مكان وعندك صداقات كثيره وعلاقات متجذره، وهذا بالنسبه لشيء ملفت. الشيء الثالث اللي هو انه انت تركتي اخر وظيفه انت تركتيها، وبعدين انت الوظائف اللي جت بعدها كلها انت تركتيها، هربتي منها او قلت انها ما تشبهني، قعدتي مثلا اسبوع تركتي، فانت يعني مستوى طاقتك منخفض. يا هدي مستوى طاقتك منخفض. السفر او الهجره يحتاج طاقه اعلى، يحتاج يعني الموضوع مو بسيط، مو بسيط انه انا اشيل شنطتي وامشي، مو بسيط، مو بسيط. يعني مين الدولة اللي بتستقبلك؟ ومين الدولة اللي بتقولك أهلا وسهلا؟ مين الدولة تسمح لك تشتغلين أصلاً؟ مين الدول ما تسمح لأحد جاي من برا إنه يشتغل؟ ما تسمح. يعني إذا أنت ما قدرتي تلقين وظيفة في المكان اللي يحق لك فيه إنك تشتغلين، كيف تلقين وظيفة في مكان يعني ما يحق لك فيه تشتغل؟ إضافة إلى إنه أنت تروحين مكان جديد راح تحطين جذورك راح تحطين جذورك وطاقتك هناك. مو سهل الموضوع، مو في يوم وليله. فاذا انت طاقيا ما قدرت تغرسين نفسك في المكان اللي انت فيه، في المكان اللي تعرفينه ومتعوده عليه ويعني زي ما نقول في حاله لا وعي معه، كيف تروحين لمكان جديد وتبنين فيه وتحطين فيه جذورك وتبنين فيه طاقتك؟ اعتقد انه انت بعيده تماما عن هذا القرار. التردد او ليش انت اصلا تفكرين في هذا القرار؟ اعتقد انه يمكن فيها جزء من الموضوع انه احنا مدربين التنميه ومدربين تطوير، دائما مثلا ممكن لما نتكلم عن الجذب او انه انت اللي تبغاه وراح يصير او انت تتخيل شيء، فالناس تتخيل اشياء يفوق تصوراتهم بمراحل، يفوق طاقتهم، وبعدين يعتقدون انه هذا بيصير او هذا يعني بيصير. انا اقول انه القانون الجذب هو مش معجزه، قانون الجذب هو لما انت تكون في رقم واحد تقدر تروح رقم اثنين، لما تكون في رقم اثنين تروح رقم ثلاثه، لما تكون رقم ثلاثه تروح رقم اربعه، بس ما يمكن انك تكون في رقم واحد تروح رقم عشره، لا يمكن، ما تصير، ما صارت. في معجزات بس هذه لها ظروفها الخاصه ولها طبيعتها الخاصه اللي اصلا احنا ما نشتغل عليها ولا ننتظرها. فبالتالي خلونا نتفق انه اذا انت عندك هدف او رؤيه للمستقبل وهذا الهدف طاقته اكبر بكثير مما انت يعني تتوقع، خفض 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 الطاقه واشتغل على المسار. يعني مثلا يا هدير اقدر اقول لك توظفي اذا حصلتي وظيفه جيده وبنيتي لك يعني كارير جيد في المكان اللي انت فيه، ذاك الوقت فكري انك انت تسافري، مو في هذا الوقت، لان انت عندك اختبارات في المكان اللي انت فيه ما نجحت فيها، فكيف انه انت تبغين تنجحين في مكان جديد؟ فما ابغى برضو زاويه ثانيه اتكلم عنها، ما ابغى انه احنا يكون عندنا، وهذه قد تكون موجوده عندك هديل، عاده الهروب. ما ضبط الموضوع خلاص هج، الوظيفة ما ناسبتني أسبوع أجربهم أهج، المكان ما ناسبني أهج،
ما تمشي الحياة بهالطريقة، ما تمشي. عندك يعني اختبارات لازم تخلصها، ورسائل لازم تفهمها، وترتب يعني ملفاتك، وبعدين تنتقل لمكان آخر. طيب خلينا ناخذ، والله الاتصال كان جيد ولا لا؟ خلينا ناخذ سؤال آخر. قرارات، قرارات بتول تقول سؤالي واضح ومباشر. يا الله، يلا يلا يا بتول. بتول، هل تتعرض دورة مع بنفس؟ لا، دورة شفرة الاختيار لا تتعارض مع أي كورس. بتول، مرحبا دكتورة، تسمعيني؟ أهلا حبيبة قلبي، شرفتيني. كيف نورك يا دكتورة، كيف حالك؟ خير وعافية. سمي سمي يا بتول. دكتورة، أنا سؤالي بخصوص اللي هو الكورس حق القرارات، تمام؟ أنا بدأت في الكورس وبدأت اليوم الأول، تمام؟ الكورس مناسب ومفصل عليه تفصيل، لكن عندي سؤال بخصوص الهوية. سؤالي على الهوية دكتورة، أنه كلامك جدا لامسني ووصفني بالضبط فيما يخص الهوية، لما قلتي أنه الإنسان أحيانا ينسلخ من الهوية بسبب أنه يتطور إلى مرحلة معينة من الوعي، تمام؟ بالتالي يعيش في مرحلة حياد لفترة طويلة لأنه يحاول يحمي نفسه من أنه يقع في اختيار خطأ، أو يقع في هوية مثلا نقول سابقة ما كانت تشبهه وكانت هي تختار بدلا عنه. فأنا في فترة من حياتي يعني مريت بتقلب بالهوية، بحيث أنه أنا كل فترة طايحة على صنعة جديدة أو بشخصية جديدة. رجعنا. ما أعرف ليش علق، أنا قلت الإنترنت عندي كويس بعد ما كلمت هديل. حبيبة قلبي تقول لك أنا في حالة فوضى. يا حبيبتي بسم الله عليك، من حالة الفوضى. إذا كانت صدمة أحضري أبنوس. والله بتول شكل كان عندها سؤال قوي. تحسفت عليها، ها؟ يعني داخلة في العمق وتتكلم عن شيء يعني في العمق. أخ، كنا بنطلع بفكرة خيالية. يلا حصل خير. ما أخذها مرة ثانية، ما أقدر أسوي الفرط هذه بعد مرة ثانية. والله شكل سؤالها عميق. لأنها تتكلم عن شيء رئيسي جدا في الكورس، وشيء يعني لن يفهمه إلا الأشخاص اللي مروا بالتجربة واللي أنا مريت فيها، فهي فاهمة بالضبط شو يقول. ما هو على سؤال بسيط ولا صعب، سؤال مختصر على النت يا جماعة. ما أقدر أسوي المجازفة هذه مرة ثانية. فخلوني آخذ أسئلة من الشات. ناخذ بس نقعد ربع ساعة ناخذ أسئلة من الشات، يعني هذا الشيء اللي نقدر نسويه حتى الآن. هل أستطيع أن أحضر أبنس شفرة الاختيار مع بعض؟ نعم. خل تكتب سؤالها في الشات، يا ليت سؤالها ينكتب. أعتقد سؤالها يعني بتولي، إذا سؤالك ينكتب اكتبيه. كيف أرفع طاقتي؟ أوكي، الفكرة اللي أنا قاعدة أتكلم عنها اليوم في درجة طاقتك، إحنا عندنا عدد من الطرق لرفع مستوى الطاقة. الشيء اللي أنا الآن قاعدة أوصله، قاعدة أحاول أفهمه، كثير من الأشخاص اللي راح تتحسن مستوى طاقتهم خلال 2019 و2020، إنه تحسين الطاقة من خلال
وصولك لحالة الاختيار، أنه أنت تنتقل من مرحلة أني ما أختار، في أحد يختار لي، أنه أنا أتخذ قراراتي كلها في الحياة، إلى مرحلة أني أنا أختار. هذه هي الارتفاع مستوى أو درجة طاقتك من خلال هذه الطريقة. كيف أعرف قيمي؟ عندي مقطع على اليوتيوب، ادخل على اليوتيوب، اكتب دكتورة سمية الناصر مصفوفة القيم. أرجوكم 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 اللي ما سواها يسويها، وهديل هديل حبيبتي بليز، ضروري ضروري أنت ترجعين تسوين مصفوفة القيم هذه، لأن كثير كثير راح تساعدكم في قراراتكم، كثير كثير في كل الأشياء في الحياة. هي تساعدكم أصلا في أنكم أنتم تفهمون أنفسكم أكثر، تختارون فلاتركم، تختارون صناديقكم في الحياة. فمهم، يعني شخص ما عنده مصفوفة قيم ضايع، شخص ما عنده مصفوفة قيم ضايع. لذلك مهم 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 انك تسوي مصفوفة القيم، موجود على اليوتيوب مصفوفة القيم. هل الشخص لما يرتفع طاقيا يصبح مثل ما قال الله كن فيكون؟ يعني هذا سؤال ينسأل في اللايف. هذا سؤال ينسأل في اللايف، هذا سؤال جميل، بس للأسف المكان مش مناسب. ليش نخفض الطاقة بعد اتخاذ القرار؟ خليني أقول لك شيء، في فرق ما بين أنه شوف، تخيل أنه إحنا ماشيين في خط سريع، أوكي؟ ماشيين في خط، الخط الآن أخذ لفة، بطلع على خط سريع ثاني راح تكون في ربكة. لذلك إحنا نقول أنه أحياناً من علامات القرار الجيد الربكة، من علامات القرار الجيد الربكة، ويعني بالنسبة لنا أنه درجة الطاقة تغيرت، درجة الطاقة تغيرت. على فكرة لما إحنا ننخفض طاقياً ما نرتبك كثير، لأننا نعرفها، برجع أقولها مرة ثانية، كلام مهم جداً. أنا مثلاً درجة طاقتي 3 مثلاً، أوكي؟ اتخذت قرار، القرار هذا مرة كان سيء وتبعاته جدا سيئة، فانخفضت درجة طاقتي إلى 2. في الغالب ما راح أحس إن القرار سيء، ليش؟ لأني أنا أعرف 2، أعرف 2، جسدي يعرف رقم 2، شعوري يعرف رقم 2، عقلي يعرف رقم 2، عندي تجربة مع رقم 2. بس لما بعد القرار ترتبك معناها أنت صرت رقم 4. أرتبك ليه؟ لأني ما أعرف رقم 4. رقم 4 هذا أول مرة في حياتي أجرب درجة طاقة رقم 4، أول مرة ما أعرف، لا جسدي يعرف ولا شعوري يعرف ولا عقلي اللاواعي ولا عقلي الواعي يعرف. ربك ربك، يعني مو طبيعية، مو طبيعية، شيء غريب، شيء جديد. لذلك مرات نعتبر أنه أحد الإشارات الجيدة بعد القرار، ربك اللي تصير بعد القرار، أنه أنت وصلت لدرجة طاقة مختلفة، وهذا جيد. أمي اختارت لي أني أدرس في مكان وهي تبغى تدرس في مكان ثاني، لكن المشكلة إن أمي ما تملك المال. بحاول أفهم السؤال، إنه أنت عندك رأي في دراستك أو مكان دراستك، وأمك عندها رأي في مكان دراستك، والعائق في الموضوع هذا كله عائق مالي. طيب، أبغى أقول موضوع مهم فيما يتعلق بالقرارات المالية أو القرارات المرتبطة بمستواك المالي. أي هذا كلام جدا مهم وذكرته في الكورس، أي قرار يرتبط بمستوى مادي مش من مستواك، أنت مش من مستوى هذا القرار، فلا تقلق. أي قرار يرتبط بمستوى مادي مش من مستواك، أنت مش من مستوى هذا القرار، فما المفروض أنك تقلق أنك أنت لازم تتخذ هذا القرار، أو لازم أنت تتخذ القرار بطريقة صحيحة، لأن هذا مو من مستواك. باختصار، أبي أكون أعمق مما أنا عليه في الوعي الآن. شوفي، أبغى أقول لك نقطة مهمة وخطرة في نفس الوقت، مهمة وخطرة في نفس الوقت. لما أنت تدخلين عالم الوعي وتكتشفين تكتشفين أنه أنت كنت مغيبة، وأنه في شيء جديد واكتشفتيه في الحياة، يكون عندك حالة من الإدمان على هذا الزر، أنه أبغى أعمق، أو ما في شيء أعمق، عندكم سر بعد أعمق،
عندكم شيء ما كنت سمعتيه في حياتي؟ شيء أعمق بعد؟ شيء هذا إدمان، هذه حالة إدمان. لذلك بعض الأشخاص يبحثون، عندك فكرة جديدة أنت؟ عندك فكرة جديدة ولا ننتقل لشخص ثاني نسمع منه؟ أنت اللي بعده عندك فكرة جديدة؟ أوه في واحد جديد في الساحة يتكلم عن قصة يعني خنفجارية ما كنت سمعنا عنها في الحياة، خلوح نسمع القصة. أوكي طيب سمعنا القصة، طيب واقعك كيف؟ واقعك كيف؟ مستواك المادي، إنجازاتك، نجاحاتك، مشاعرك، حقيقة على أرض الواقع ما هي؟ لذلك خلونا ننتبه أنه لما إحنا نطلع في مستوى الوعي، نطلع في مستوى الوعي درجة عالية بينما عندنا مشاعر منخفضة والطاقة منخفضة، راح نسقط، راح نسقط يا جماعة، راح نسقط بكل بساطة. لأنه لازم أنت تشتغل على وعيك، وتشتغل أيضا على مشاعرك، وتشتغل أيضا على طاقتك. ما يعني أنه أنت فقط ترفع مستوى وعيك، ترفع مستوى إدراكك في الحياة وفهمك ومشاعرك لحالها قاعدة تمشي. مشاعرك يعني مشاعرك في رقم واحد، ووعيك في رقم خمسة، وطاقتك في رقم واحد، ما يصير، ما يصير. لا، لازم أنا أرفع كل هذه الدرجات، ومع بعض كلها ترتفع مع بعض. التأثر بكلام الناس، إيش الحل؟ والله أنا ما أعرف إذا هذا الموضوع مهم تبغوني أسوي عنه كورس. إذا موضوع مهم يعني التأثر بك، أنا ما أدري أي درجة الاحتياج في هذا الموضوع، بس إذا موضوع مهم ممكن نقدم فيه شيء. إذا احتياج فيه كبير جدا ممكن نقدمه بعد مجاني إذا في ناس محتاجين، بس أنا ما أدري يعني ما أعرف شو ال، هل فعلا إحنا محتاجين هذا الشيء ولا لا؟ قولوا لي. إذا مهم ممكن نسوي عنه كورس. بالنسبة لي عندي كثير تجربة في هذا المجال، و بس ممكن للتجارب تنحكى يعني، على الأقل الآن ممكن للتجارب تنحكى، مش لأجل يعني لأجل، مش لأجل نفسي بس لأجل الآخرين مرات. وأنا أؤمن يعني أنا اختياري في الحياة إني أنا أحترم الأشخاص اللي أحبهم، واللي أيضا بيني وبينهم خلافات، ما يعني ما أحب إني أنا بعثر طاقتي، بس عندي كثير تجارب ممكن تساعد الأشخاص إنه كيف ما نتأثر بكلام الناس، وكيف نقول طز، وكيف نطنش العالم، كيف إنه يعني نختار خياراتنا بدون ما نسمح لرأي الناس بإنه يأثر علينا أو يلخبط حياتنا. برجع أقرأ تعليقاتكم، إذا وجدت عدد كبير ممكن أهتم في الموضوع أكثر. هل مصفوفة القيم متغيرة كل فترة؟ إيه متغيرة، وهذا يمكن يخلي بعد بعض الأشخاص لما يختارون قرار يحسون إنه صح، بعدين بعد سنة يقول أنا كيف اتخذت هذا القرار، أنا كيف اخترت هذا الخيار. هاي تصير كثير، أنا كيف معقولة أنا اخترت هذا الخيار، معقولة أنا قررت هذا القرار، شلون وين كان مخي لما اخترت هذا الخيار أو هذا القرار؟ ليش؟ لأن مصفوفة القيم كانت مختلفة، فأنت اتخذت قراراتك أو اختياراتك بناء على مصفوفة قيم معينة. فبعد سنة وبعد سنتين وبعد ثلاث سنوات، في ناس على فكرة ترى كل حياتهم على مصفوفة واحدة، بس أغلب الناس اللي موجودين معانا هنا هم أشخاص يتطورون، يؤمنون بفكرة التطوير، فهم في الغالب قيمهم متغيرة كثيرا يعني، صحيح مو كل شهر بس يعني بالسنوات يعني تتغير قيمهم. فلما تتغير قيمك راح تتغير اختياراتك، راح تتغير قراراتك. كيف ألغي قيمة ما تخدمني وأنا مصرة عليها؟ أوكي، هذه نقطة تكلمت عنها قبل في تويتر، وأعتقد أنه يمكن نحتاج يعني نتكلم عنها أكثر في الأيام القادمة، اللي هو موضوع لما يكون عندك يعني كأن عندك نسختين، كان في واحدة لها رأي في الموضوع، واحدة يعني ضد الموضوع، واحدة مع الموضوع، واحدة ضد الموضوع، وأنت يعني أنت قاعد تحاول تلقى لهم حل الأطراف، وقاعد تحاول تخليهم يعني يكونون نسخة واحدة، أو على الأقل يتشابهون، أو على الأقل يعني يقررون أو يتنازلون، مرة أنت تتنازل مرة أنت تتنازل، بس كل مرة يوقفون في وجهك، ومرات يكون عندك ثلاث نسخ أربع نسخ، فأنت قاعد كذا يعني تتفرج عليهم يعني إيش سووا فيكم أنتم، يعني هذا مهم بس مو مهم، هذا يصير بس ما يصير، هذا كذا بس ما يصير كذا، أنا أؤمن بالصلاة بس ما أصلي، أنا أؤمن بمدري إيش بس أحب الصالحين ولست منهم.
يعني كذا يعني حركات فوضوية جوا ومجموعة نسخ ومجموعة أشخاص. طبعا جزء منها أسسها عندنا المجتمع، لأن المجتمع يصفق للمنافق، المجتمع طوال الوقت يصفق للمنافق، ما يبغاك تقول الحقيقة للمجتمع، ما يبغاك تقول الحقيقة مهما كانت الحقيقة، ما يبغاك تقول الحقيقة للمجتمع. يا ويلك تقول الحقيقة في المجتمع. الناس يحبون النفاق ويحبون الكذب ويحبون أنهم يدعون أشياء مش حقيقية، يحبون أنهم يعني شيء غريب صراحة، شيء يعني غريب ويضحك، غريب ويضحك في نفس الوقت. أنك أنت مرات يعني شخص تلقاه في السوشيال ميديا يتكلم عن الاحترام والتقدير، وهو يعني ما يعرف وش الاحترام والتقدير، ما يعرف أصلاً وش الاحترام والتقدير، ما يعرف أصلاً يتعامل. يعني شخص يعني مثلاً الفترة اللي راحت كان في ناس يتكلمون على مقاطع انتشرت ليش مذيعة ما تكلمت باحترام مع هو يسبها ويشتمها، تقعد تفكر تقول طيب شلون يعني أنت تتكلم بطريقة غير محترمة قاعد تعطي درس في الاحترام. يعني تحاول أنك أنت يعني تفهم شلون يفكرون الناس، هم يفكرون أنا كيف أحصل على تصفيق الآخرين، بس مو مشكلة اللي جواتي يتلخبط، يطلع عندي نسخة، يطلع عندي نسختين، يطلع عندي 10 نسخ، وأتورط أنا قاعد في الليل معاهم وأتفاهم معاهم ولا أقدر أتفاهم معاهم، ما في مشكلة. أهم شيء لما نطلع قدام الناس نطلع كأننا متفقين، يعني كأننا يعني إحنا على قلب رجل واحد، بس إحنا من جوا مبعثرين. فأنا أؤمن بفكرة الصدق، الصدق يا جماعة، الصدق. الصدق مو مهم من الخارج بقدر ما هو مهم من الداخل. لما أكون أنا صادق مع نفسي، حقيقي مع نفسي على الأقل، بس مع نفسي، يعني خلني صادق مع نفسي، أنا محترم ولا ماني محترم، خلنا نتفق على هذه النقطة، أنا قيمتي كذا ولا ما، أنا أؤمن بكذا ولا ما أؤمن بكذا، أما أني أؤمن بهذا وما أسوي هذا إيش الفوضى هذا؟ تؤمن بالصلاة قمصل، أما قصة أنك أؤمن بشيء ولا أسوي هذا الشيء وأفعل هذا وأقول هذا الشيء ولا أؤمن فيه وأصفق الفلان وأنا ماني مؤمن بمن، يعني فوضى غريبة. فبالتالي إذا أنت تبغى تبدأ تصحح هذا الشيء، لأن طوال الوقت رح يطلع لك هذا الشيء، طوال الوقت رح يبين، طوال الوقت في قراراتك، في اختياراتك، أصلا حتى مستوى تطور طاقتك. على فكرة خلونا هذه ما أعتقد نحن في مستواها، بس مهم على الأقل بينك وبين نفسك أنك أنت تكون حقيقي مع نفسك. أنا والله كذاب، أوكي؟ شيء مؤسف يعني، بس أنا كذاب، يعني يمكن لازم أشتغل على هذا الموضوع. فما لا داعي يعني بكرة أروح وأستشرف على أحد وأقول لا تكذب، ترى الكذب حرام، ترى الكذب خلاص. أنا عارف نفسي، صحيح إني للأسف سيء، بس هذه أنا وهذا المعطيات حقتي، وأنا أبغى أتفق مع نفسي، أبغى أكون شخص واحد، أبغى أكون نسخة واحدة، ما أبغى أكون 100 نسخة. فحاولوا يعني حاولي تكوني صادقة مع نفسك، هذه نصيحتي، حاولي تكوني صادقة. ما أقول إنه أنت طلعي الشيء السيء لبرا، بس على الأقل مهما كان هذا الشيء اللي جواتك خليك حقيقية مع نفسك عشان توصلين النتيجة، عشان حتى التصحيح. على فكرة احنا ما نقدر نصحح الا لما نعترف، يعني ما تقدر تصحح انك نصاب وكذاب الا لما تعترف انك نصاب وكذاب، ما تقدر تصحح، لازم تعترف انه انت نصاب وكذاب. فبالتالي انت بتحسن من نفسك وبتحسن من اخلاقياتك، بتشتغل على هذا الموضوع، بتشتغل على هذا الضعف، بالتالي اوكي تقدر تتطور. بس اذا ما اعترفت ما تقدر تتطور، فهذا مهم. راح احاول احفظ البث، بس تعرفين ما ندري، ما في ضمانات في الحياة. حبيبتي دالة يقول انتي نجمة مضيئة، حبيبة قلبي. كيف اتأكد ان هذا الرجل ينفع كشريك حياة؟ ما في اي طريقة في الحياة راح تأكد لك. ولو رحتي لمليون شخص تسألينهم، لو رحتي لمليون عراف، مليون ساحر، مليون فلكي، مليون لايف كوتش، مليون طبيب نفسي، مليون مستشار، ما في أحد راح يأكد لك. الحياة ما فيها ضمانات، ما في شيء مؤكد في هذه الحياة.
أتمنى تكون استفدتوا واستمتعتوا من لقائنا اليوم. شفرة الاختيار موجود الآن على الموقع sawaya369.com أونلاين من أي مكان في العالم. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل. تصبحون على حب.